الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان التابعون يعرفون قدر الأم. محمد بن سيرين من أعجب الناس في معاملته لأمه. كل عيد كان يجمع مالا ليشتري لأمه ثيابا، وكانت الأموال عزيزة عندهم، يعني ما كانوا عندهم ذاك المال. وكان إذا كلم أمه كأنه يتضرع، حتى قال بعضهم ما باله مريض، إيش فيه محمد بن سيرين؟ قالوا هكذا إذا كلم أمه مسكين، كأنه يتضرع من حبه لأمه وتقديره لها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الأم والأب وصاك الله عز وجل بهما. الحسن البصري رحمه الله، جاءه رجل يريد أن يحج متطوعا، يعني حاج من قبل ويريد أن يحج متطوعا، فسأله أي أفضل، الحج ولا أمي؟ قال لجلسة تجلس فيها مع أمك وتتعشى معها وتدخل السرور إلى قلبها أحب إلي من حجك. الله أكبر. وحج الفرض حج التطوع، يقول تجلس مع أمك تدخل السرور إلى قلبها عندي أنا أفضل لي حتى من الحج. محمد بن المنكدر أحد التابعين الأجلاء يقول في ليلة من الليالي بت أدلك رجل أمي، وهمز رجل أمي، وأخي يقوم الليل. يقول فمضت الليلة هو يصلي طول الليل وأنا أهمز رجل أمي أدلك رجلها. يقول والله لا أحب أن ليلتي بليلته، لو تبادلنا ما أحب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. يقول عبد الله بن الزبير رحمه الله مات أبي فما سألت الله حولا سنة كاملة إلا العفو عنه، تركت كل دعائي فقط الدعاء لأبي أن يعفو الله عنه. وكان علي بن حسين لا يأكل مع أمه، قيل لما؟ قال أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة اشتهتها أمي. وكان بعضهم كطلق بن حبيب، كان كلما رأى أمه قبل رأسها، وكان لا يرقى سطحا، ما يركب على سطح أمه تحته، يعني لو أمه في البيت ما يركب بالسطح، ليش؟ كرامة لأمه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربيع بن خثيم كان إذا أماط الأذى من الطريق يقول هذه لأمي، يعني يرجوها لأمه أن تأتيها يعني الحسنات، وإذا أماط أحيانا أخرى قال هذه لأبي. ويس القرني ما الذي منعه أن يهاجر إلى رسول الله ويصحبه من أشد الناس عبادة وتقوى، والنبي ذكره بالأحاديث، ليش؟ لأنه كان يرعى أمه. هكذا وصف الله عز وجل يحيى عليه السلام وبرًا بوالديه وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. التابعون الصالحون في ذلك الزمان كانوا من أكثر الناس برًا بآبائهم وأمهاتهم لأنهم الصفوة.
ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين